ايه بابا؟ ايه يا علي، ايه سلامتها ان شاء الله مع قلب شر. المهم بابا انت دير بالك حالك، اوعك تنعدى. ايه برافو، ماشي يا عمري، خلص ببقى بتطمن عليك. باي باي. نوارة، مين هاي اللي سلامتها؟ ريهام، انت بكل عقلك عم تحكي؟ يا شبنا هلوش، بالمرض ما في شماتة، عيب. نور، أعطينا السردة كلها حبيبتي، احكي لنا شو صاير مع طاوم تريري. اسمعوا لألكم، قال رجعت عم تنفض نفض ومخنوقة وعم تبكي، فاتت على غرفتها سكرت هالباب وتسطحت بتختها وفاقت بنص الليل مرعوبة طاشش قلبها وكتير بكتئبة. وينك يا بيبي؟ عجد يا هلا، مانك طبيعية لا انت ولا افكارك. لسه ما شافت شي، لسه رح اطلع لها بالمنام، انا بورجيها. هلا بعيدا عن المزح، انتم متاكدين انه هي حكت للمرأة؟ لك ايه، ريحاب نفسها دقت لي متخانقه هي وريهام على شو، طالبه منا كوميسيون على بيعه البيت. لك اسمعوا على هالسمعه، في حدا بياخد كوميسيون من حاله؟ شو هالشرشقه هاي؟ عن جد قامت اجت ريحاب حكت كل شي عندها وقال شو انه هلا نص مجنونه وبتفيق بتمشي بمنامه بنص الليل. عطشانه. لسه رح ورجيها الجنان على اصوله. هلوش بصراحه من كام يوم شفتك نازله على الدرج، عم خفت كتير لأنه كنتي هيك مغمضة عيونك كأنك عم تمشي بنومك، ولا كنتي عطشانة؟ عترفي. ايه يلا يلا، خلص خلص، ضحكنا ومزحنا وانبسطنا. قومي حسام عوصول وأنا لازم أعمل الغداء. يلا قومي لسعادك، قومي قومي. نور عم تطبخ لحسام. يا عيني يا عيني يا عيني. وين قايمة وين قايمة؟ هدي عملي لك تنظيفة هون. أنا؟ عرفت من مين تطلب الأخوة؟ نووي هلا الصور اكيد ما انا فوتوشوب، بس ما فيهم شي صور عاديه. او ماي جاد، ما عم بعرف شو عم بيصير. لك مين عم يتقتلنا الصور؟ هلا هاي مع حسام بالكافيه ما فيها شي، وهي صوره عم تضحكي مع ايهم، شو فيها يعني؟ شو فيها يعني؟ مصيبه يا هلا مصيبه. بتعرفي شو بعت لي؟ بعت لي هذا النجاح اللي نزلتي على البلد حقيقي، نجاح الفضايح. العمى شو بده فيكي هاد؟ خلص شو لحقك على الدعسه؟ والله ما بعرف. لا وبعت لي مسجات سخيفة كتير. لا وفوق قال لي انسي اني ابعت لك بنتك. العامة بقلبه، اتصلي فيه انا بدي اتفاهم معه، اتصلي فيه. لا ولي الا انسي، مو ناقصني زعله هلا، اصلا ما رح يرد عليكي انا بعرفه. اليكي هاي صورة الك مع جاد عم تضحكوا بالعشاء، ما فيهم شي. الكارثة انه نازلين على الفيس، شوف التعليقات السخيفة. سارة، ليش مضل عم نحرك اللبن؟ مشان ما يفرط. وشو كمان؟ ويفرط مشان ما يلزق. مشان ما يفرط وما يلزق. اوكي، وقت ما بنحكه وكيف بنحرك هيك ماشي؟ ما بنغير بالجهة الثانية؟ حتى لو تعبت ايدنا بنغير. ليش؟ مشان ما يفرط ويلزق. لا مشان ما تفرط معدتك. نور ما عم صدق، لسه لهلا عم تطبخي واقفه بالبيجامه والزلمه على وصول. روحي مشي روحي، انا بكمل. روحي هاتي على مهلك، لا تحرقيني. دانا قربت تغلي، بس سقطي لها معلقه ملح، معلقه صغيره مو معلقه كبيره، وقعك تغطيها بتفرط. ايه اول مره لان. ايه وما تحركي بهيك وهيك وهيك ماشي، اوعى بتفرط. ايه جادو شو؟ لا ما شفت شيء. لك يا صبايا هلا يا بتلزق يا بتفرط. الو
شو بدك شو؟ شو؟ ايه لا لا اكيد ما رح اخبر حدا شو شايفتيني للطاطة. نور؟ ايه بدي اقول لك شغلة. فرط اللبن؟ لا ما فرط. احترق لزق شو؟ بدي اقول لك انه ما لكي سارة اذا هيك لو 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 اي شيء انا مستعجلة ما بقدر هلا بيوصل حسام حلوة يشوفني هيك؟ لا مو حلوة. اي خلص معناتها يعني ما قال لي سارة. لا لا جادو مو هيك القصة يا عمي مو هيك القصة الا بقول لك اياها لا روق علي دقيقة بس حبيبي تقبريني نور قالك اياها معلق ملح عليك الحطيه بداري الله يخليك يا بنتي ايه حبيبي هلا فاهمك يا مشو التليفون هاتو ما حدا فاضي هي هم الملح لو لا يفرط اللبن كله من الصف استعد افتح له الباب واشتغل عندهم كمان سوسو تخيلي ما في بيج ما انا عامله شير للصور لا ما لك حتى كاتبين انه دادو متعدده العلاقات لا تقوليها دادو وين هلا؟ فوق عم تبكي يا حرام بس ما بدها نور تدري بشي مشان ما تنزعل جاية حسام بس ما تكوني قلتي شي انتي لا انتي ما خبرتيني ما اقول مو قلتي لي يا ساره لا تقولي شي لحدا انا معقوله فكر مجرد تفكير اني انا خبرهم طب امشي امشي نطلع نشوف شو بدنا نعمل يلا لا قالت لي حط ملح للطبخه رح حط ملح واجي طيب يلا بس لا تطولي استنيني ايه هلولة لا يا قلبي لا خلص لا تخليها تبكي ليكني 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 انا طالعه لعندكم باي خرب بيتك يا ساره شو ما بيتامن فيكي كاني طالبه منها تعمل لي ابرق كله معلقه ملح كله معلقه ملح اصلا هلا الطبخه رح تطلع بتشل لاني انا حطيت ايدي فيها فرط اللبن فرط اللبن فرط اللبن الحمد لله ما فرط الحمد لله الحمد لله يا الله يا الله يعني انا ما بعرف ليش بعتمد عليكم عن جد انا الهبله عن فوتي بس هلا بيجي حسام معقوله ماشي بسيطه يسلموا الايدين يا ام النون والرز احترق خلصنا دادو هلا انت من كل عقلك زعلانه خلص هلا هو فاير بس اكيد بس يروق ما رح يمنعك تشوفيها حبيباتي هي نور صارت 3 مرات دقه قال لازم ننزل على الغداء بالماء يبرد ايه خلص انزلوا انتوا لا تتركوها لحالها انا مالي قاعده خلص سباي انزلوا انتوا ما تحسسوها بشي وانا بضل مع دادو حبيبي اذا حسيتي حالك خرج تنزلي انزلي خلينا نمرق هالعزيمه وبنرجع نكمل حديثنا لا معلش انزلوا انتوا انا محتاجه اضل لحالي بدي شويه وقت بس ماشي يا عمري ليكي اصلا انا اشتريت كل هالاغراض وحملت كل هالكراتين كرمال جيتها اذا ما بده يخليها تجي يشرف يحمل الكراتين ويرجعه الله هدانا ما انا اكله هم غير الكراتين من الريحه مبينه طيبه لسه بس تدوقها رح تاكل اصابيعك وراها صدقيني انت بس صبي لي فورا رح تدوقها صبي هات صحنك لي على قلبي شاكرية نور بتسهل قلبي الله سلم ايديكي ميديا وينها مو اليوم عطله بلا بس طلبتها ميرا وطول ما طلبتها ميرا معناتها في مشكله كبيره لبن سخن جيب لك مي شو هاد مو كثير مالح مو
كثير، مع انه انت قلتي لي ما تحطي غير معلقه وحده. انت حطيتي ملح؟ لك انا رجعت حطيت لانه فكرتك ملتيه بتليفونك. انتو شو عم تحكوا؟ انا فكرتك طنشتيني ورجعت انا ملحتها. ولي معناتها هذا مو لبن، هذا صبر. هلا انا عن نفسي لا تاكلي امي، بحب الرز كثير. يسلموا ايديكي. خلونا نطلب دليفري. ماشي كمان معقول. ولا رز؟ دليفري احسن. ايه بيبي ما بدنا نحكي كثير، الله يخليك. انا البيت بدي بيعه، المهم الصبايا يطلعوا من هذا البيت بس. روقي، هدول رفقات نور. وانا ما بدي اياهم ببيتي، انا البيت بدي بيعه. انا ماني مصدق امتى تصل هي المخلوقه اليوم المساء، وخلينا بقى خلص نبيعه ونخلص منه، بعدين هي تصطفل بتقعد فيه مين ما بدها. ريهام حبيبتي، انت شو صاير لك بهالكم يوم؟ صاير ما عم يعجبك العجب ليش؟ بهالكم يوم ما عم يعجبني العجب، من يوم يومي ما بيعجبني العجب، بدي بيعه. قلت لك ألف مرة صرت، طالما البيت قلنا ما رح إلا لبنتي تطالع رفقاتها، أوكي؟ أنت ليش ما عم تفهم علي؟ البيت بدي بيعه بيبي، أنا بدي أخلص من هي القصة، بكفي رح استحمل هي المخلوقة الغليظة المايعة. هاتي تي تي هاتي تي تي، عاوزيني روح عاوزيني كي. إيه ده البيت ده تحفة، لك غليظة سئيلة مايعة، أمتى بدها تنقبر تشتري هذا البيت وأخلص بقى؟ لا انتو ما تكون معقولين عن جد، يعني انتو كيف بتخبوا عليه هيك موضوع؟ يعني ليش لازم دائما اكون انا مثل الاطرش بالزفه؟ يعني حلو هيك هلا؟ نور حبيبتي بصراحه انا اجيت لحتى خبرك، وانت طلبتين اجل الحديث لانه حسام جاي. وقت بيفرط وانا فكرتك بدك تفستي، طلعتي جاي عم تفستي. يا صبايا ما رح نستفيد شي من كل هالحكي هاد. معقول ما يكون في حل؟ خلونا نبلغ بلكي بيوقفوا النشر. لك بتعرفوا شو؟ أنا اقترحت عداده نطلع أنا وياها لايف، هيك منكذب كل الإشاعات. كتير معقولة الفكرة. عن جد ليش لا؟ No way impossible. أنا بدي شي نسي القصة، ما بدي أنا أطلع أحكي فيها. Oh my god. هلأ الترند شغلته بسيطة، فترة صغيرة وبينسوا العالم. هلأ يعني لو تغرق سمكة بالبحر بينسوكي وبيلتهوا بالسمكة. طب اسمعوا اسمعوا، لقيتها. ليه ما بنعمل إشاعة جديدة بتصير ترند بتغطي على هي؟ لا 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 لا، انتي أكيد مانك طبيعية. لا يا صبايا بليز، إذا بتحبوني خلص ما عاد تحكوا بالقصة، بركي الناس بتنساها. صح. اي أنا السمك وهو مطبوخ ما بدوقه. اطعميني الفسيخ لي. ايه بيستاهل. يعني بس كان الموضوع من حل وديا، ضروري تطربي له الشرطه. وديا قلت لي قريته يسلم لي المهضوم وحكيان. قومي حبيبتي على محلك، قومي. تفضلي يا اختي. ميرسي. تفضل بيبي. ايه شو صار معنا بخصوص البيت؟ هلا الست وجد، نحن وياها صرنا خوش بوش وصارت منا وفينا. نحن اتفقنا على كل شيء. اكيد متفقين، والاشياء معدن. اصلا مستحيل حدا يعرفك يا ابو النور وما يكون متفق معك. يعني نحن امتى بدنا نتمم الاجراءات؟ ما تاكلي هم، أنا بهالكم يوم رح أزور أبو النور بالشركة ونخلص كل الإجراءات. أنتي ارتاحي، ما بدنا نرجع لك راسك. لا حبيبة قلبي معلش، أنتي اللي ارتاحي وحكيك معي أنا، لأنه البيبي مشغول ماله فاضي. وبكل الأحوال هو هيك هيك عم بده يسجل البيت باسمي، مفهوم؟ وعدك يسجل لك البيت باسمك؟ مو بيبي؟ صح. أنا كل تفصيل عم أسمعه عنك عم أحترمك أكتر وأكتر.
بدك تسمحي لي. لا لا بدك تسمحي لي. بشو؟ هنيكي على اختيارك. ده راجل ولا كل الرجال، راجل حقيقي بجد، مشوفتش زيه بعمري. وانا ما شفتش زيك بعمري يا اختي. ليه ما اجت ميديا اليوم؟ في شيء؟ رهوفه انت الك مره تشتري هدايا؟ طبعا لك انا كنت سيد من اشترى هدايا، اشتريت لملك التكاسي قنينه وتعطر من الكراجات، شو بدي اقول لك انفلج. مين ملك التكاسي؟ حبيبي سامر. اه حبيبك، ايه انت قلتي لي انه اسمه سامر بس ما فهمت ليش ملك التكاسي؟ لك هو كل ما اشتغل شغله بنسميه ملك الشغله، يعني كان فاتح كولا بعد الطريق سميناه ملك القهاوي، هلا متضمن تاكسي عن جديد سميناه ملك التكاسي. طيب ليكي بدي اياك تدقي لملك التكاسي وتروحي مشوار. لك تكرم عينك، الف طلب مثل هالطلب. تحت على مطلع مو لا تعرفي لوين المشوار بالاول؟ ما بعرف، هو احيانا بياخذني على جنينه، اخر مره رحنا على جنينه البط، هلا تفوت على اي جنينه؟ لك عرفت، اخبريني انا بدي اياك تروحي مشوار، انا ابعتك يا معجنين، بدي اياك تروحي تشتري لي هديه. هديه؟ لمين؟ عشاني؟ لو تشوفيها كيف كانت رح تجن. أصلاً أنا مستغربة كيف ما قلعتني. بتصدقي أنا هي أول مرة بحياتي بنبسط لأنه في حدا زعلان. سبحان الله، هيك هي المخلوقة، يا الله شو مكيودة. هي قوية كتير بس على مين؟ بعدين عن جد يا ضيعان أبو النور فيها، هو مهضوم كتير واد تقيل قوي. لك انتي ما بتعرفي لعمو ابو النور، حدا كتير مهضوم وطيب وكريم، بس شو بدك تحكي النصيب يخرب بيتها. هاي الكلمة منقولها وقت بدنا نستسلم للواقع، وانا ما بحبها. اصلا شو يعني نصيب؟ النصيب يعني هيك هي نصيبها تاخده، نصيبها انه هو يترمل ويتزوج وحدة تانية. برافو عليكي، يتزوج وحدة تانية. طيب ليكي هلا انت صار فيكي تختفي اذا بدك. خلص نحن اللي بدنا اياه صار، وهي طفشناها للزبونة. يا ستي تجيب زبونة تانية غيرها. وليش لا اختفي؟ شلون يعني ليش لا تختفي؟ نحن هيك اتفقنا، نحن اللي بدنا اياه صار، وانا اصلا طلبتك لاني بعرف انه انت حدا كثير كفو وجدعة وقد هي المواقف. بس طيب دندون دندون، انتو مو كرهانينا وما بدكن يرتاح بالك؟ شوفي هلا انا بالنسبه لإلي انا ما بحبها وما بحب حتى اسلم عليها، والصبايا متضايقين منها كثير. بس شو المطلوب؟ اذا زبط مثل ما عم فكر رح خليها تجن تنشل على الاخر، واذا بدكن خلصكن منها نهائيا. شلون يعني؟ بدك تقتليها؟ دندون انت مو اتفقتي معي على اني اتمايع قدام ابو النور مشان خليها تجن وتغار؟ لا انا مو هيك اتفقت معك، هذا اقتراحك انت، نحن اتفقنا انه انت تكايديها لحتى تطير لزبونه، بس هيك. طيب وانا عملت مثل ما اتفقنا، بس اللي فات كان حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. أيوة شو يعني هاد الحكي حبيبتي؟ أنا أبو النور. إيه؟ عجبني. ولي؟ شو؟ وحطلي ابنه على طرف ومرته على طرف. آه. وبلش سيران المفاصلة. خانقته؟ لا، قلت له طلع فيني عمي، مو كل كيك بيتاكل هيك وبلاها التوصيله كلها.
حبيبي أنا عم بسألك أنت ليش تأخرت علي نص ساعة؟ شو دخل الراكب ومرته؟ دخلت شوفي ابنه يا محلى الراكب ومرته قدام الولد غليظ لسه عمو نزل لي الشباك عمو قديش شاري سيارتك عمو قديش تعمل سيارتك بالتنكة غلظة يا وقف وقف شوي أنا فايت أجيب غراض وبس أطلع بدي إياك تزبط الخرطة وتقنعني فيها لأنه هي مو ظابطة بيبسي شو فايت تجيبي من جوا ما دخلك هي معقولة بدها تفاجئني وتجيب لي شي هدية لا تبري قلبي إن شاء الله أنا رح أعمل حالي إني متفاجئ مو منتبه شو؟ نور مشغولة عم تحكي مع حسام هلأ فيكن تحكم شو بدي أعمل أنا بهالورطة اللي ورطت حالي فيها؟ طيب أنت سكتتي له؟ طبعاً حبيبتي سكتت له لأن هي بعجوقة ثلاث امتار إذا فلتت علي بتلم عليه العالم ما بيهمها والله إذا عرفت نور للجن نحن لازم نلاقي حل طيب عمو عطية وش؟ عطية وش عمو؟ طبعاً حبيبتي عطية وش عطية وش وجالقة مو بس هيك قال بتقلي أنا الرجال بعد الستين اختصاصي بفهم عليه من نظرة العين قبل الستين ما بفهم عليه لك يعدمني إياها شو بنت حرام أنا شايفة إنه ما في قدامنا غير طريق واحد بس أنا مستغربة كيف رح نمشي فيه معقول عم نفكر مثل بعض؟ غالباً إيه شو عم تفكروا أنتوا التنتين احكوا فوراً ريحوني أنا رايحة مشوار ما تطول رح تكتك على الطريق لكن مثل ما اتفقنا خطة 300 على ميم على طه شو هاي كمان الخطة 300 على ميم على طه شكلها خطيرة اعطيني ثواني بشرح لك هذا هدول إلي وهدول كمان شو حلوين بيفرجوا بس شو المناسبة أنا ورهف اشتهينا عليك ياهم إن شاء الله يعجبوكي رهف فوتي عادي شوي جوا يلا لحقتك دادو في كتير ناس من اللي حواليك محتاجيني محتاجين نفس المشاعر اللي محتاجتها بنتك رهف واحدة منا وأنا كمان حبيبتي عن جد انت ورهف عبيتولي فراغ الموجود بقلبي صدقوني لولاكم كانت حالتي بالويل بحبكم كثير نحن كثير بنحبك يلا انا ماشي بدك شيء لوين في شيء كثير ضروري عم نشتغل عليه بالشركه يلا بشوفك باي باي ميرسي على الكادويات الله يرضى عليك يا رب تسلم هالإيدين تفضلي ليك ريهام أنا بعرف إنك مو طايقتيني من قبل ما أجي بالأخص بعد آخر مسرحية بايخة وقديمة أصلاً ما كتير فرق معي الشيء اللي عملته شو رأيك ما نحكي بالقديم لا بالقديم ولا بالجديد وإذا كنتي جاية بدك تحكي كرمال قصة البيت فبحب طمنك ما في شي خرج نحكي فيه لأنه البيت رح ينباع خلال يومين بعرف هاد اللي بدي نحكي فيه كرمال هيك هي المقدمات والاعتذارات حبيبة قلبي هذا كله ما بقى يفيد اعتذارات مين؟ أكيد لا ما حدا اعتذر لك شرفتي ونور ما لهون اللي رح قوله رح يعجبك كتير ورح نضطر نعمل اتفاق أنا وياكي اتفاق وأنا وياكي؟ ايه أنا وياكي وهذا الاتفاق شرطه يا بتقولي ايه هلأ يا بتقولي لأ هلأ صالح لمرة واحدة بس
وكل الحكي اللي رح أقوله لمصلحتك، مع أني مستحيل فكر بمصلحتك، بس مضطرة. إيه؟ ما في مشكلة، عم بسمعك. بتعرفي شو؟ نشفتي لي ريقي، جيبي لي مي كمان. ما في مشكلة، ما في مشكلة. بس ما تجيبيها باردة، وجعني حلقي. واو، سو نايس، اميزينج. عن جد كثير حبيت. بتعرفي؟ أنا كل عمري بسمع عن هي الشغلة من رفقاتي، بس ولا مرة جربتها. إنه بجيبوا هدايا لأمهاتهم. يا حبيبة قلبي، أنت بتعرفي إلك مكانة كثير كبيرة بقلبي، بس هلا بعد ما شفت الهدية عن جد كثير فرحت. أنا ما بحب شوفك زعلانة، بحب شوفك سعدانة، قصدي سعيدة. أنا كثير سعدانة، سعدانة فيكي وسعدانة بهالهدية الحلوة. بدك الصدق؟ أنا ما بحب حدا يقول لي كيف لازم أعبر وكيف لازم أحب، بحب أعبر بطريقتي. حبيبتي، وأنا بدي إياكي تعبري بس بطريقتك، لأنه هي الطريقة الصادقة النابعة من القلب. هلا انسي طريقة سارة، شو بدنا فيها؟ عندك غراض الكيك؟ أنا بعمل كيك فلاجي بتاكلي أصابعك ورا. أو ماي جاد، بتعبري عن حبك بعمل الكيك؟ إيه، وأنا كمان إذا بدك بعمل أطيب كيك، هلا بس تدوقي بتحكمي. يا حبيبة قلبي، أنت بقلبي من قبل الكيك بكتير. هلا المهم قومي لحتى نعمل الكيك، رح أعطيكي غراض الكيك. يلا عساري، بس بدي إياه دايت. تكرمي، عندك برتقان؟ طبعاً عندي برتقان. بعمل لك كيكة برتقان فلاجية. واو، تاكلي أصابعك وراها. يا سلام. بصراحة ما بعرف شو بيقصدوا وقت بيقولوا حبيته وحبني، بس أنا بحس شعور حلو وأنا معه. يعني بتحسي حالك أحلى وأنت معه؟ أنا دايماً حلوة، فيه وبلا. أوف كورس، أي نو، بس قصدي وأنت معه بتحسي هيك بشعور حلو، بشعور غريب، شو بتحسي؟ يعني بصراحة بحس إنه صادق. هلا هو كثير بيحاول يكذب بس ما بيمشي الحال، انا بقفره لانه انا ملكه القفر، ما بيقدر علي. اي اكيد بعرفك طبعا. هلا المهم انك مصدقتي وفهمتي من جواتك. دادو، بدي اسالك سؤال، ليش تركتي زوجك؟ كان يكذب عليكي؟ لا، زوجي ما كان يكذب ابدا، يمكن الكذبه الوحيده بحياته وقت قال لي بحبك. كيف يعني؟ يعني هو ما بيحبك؟ ليش في حدا بيعرفك وما بيحبك؟ لا، هذا عنده مشكلة أخطر من الكذب، مو معقول مجنون. خليكي ثانية، هذا الحديث لازم له قاعدة. قال ما بيحبها، مجنون هذا. إذا ما بيحب دادو، هذا ما بيحب حاله. رح وفي وين دادو؟ بالمطبخ. دادو؟ هاي، اسمعي، شو بيقولوا وقت واحد يكون عامل اختراع؟ اه، وجدتها. برافو، صح، انا وجدتها. بسرعه الحقوني لفوق لقلك. شوفي يلا بسرعه. اسمعي شو جاب الكيك. عندي الموضوع، ما تاكلي هم، خلص عندي. شور؟ ايه شور. الله يمكن احترها. Let's go everybody. أساساً أنا تعبت من السفر، عم فكر أرجع أستقر هون. ومين بيعرف؟ مرحبا. هلا. دندون، الملف اللي طلبتيه مني صار جاهز، بتحبي تقومي تشوفيه ولا أجيب لك إياه؟ لا، أنا بقوم بشوفه. عادي، أنت ما موجودة وأنا رح أقوم بشوف الملف. عن إذنك وجهي. أبو النور هو اللي عم بيمول المشروع هون؟ هيك المفروض، بس الله يهون عليه لحتى تفرج اموره ويقدر يلتفت لشغله وبقى ويمشي الحال. شو اللي شاغل باله؟ يعني يا وجوده، اللي ما له مرتاح بحياته ببيته اكيد رح يكون مشغول باله وما يقدر يلتفت لمسؤولياته ولشغله ويهمل كل شيء حواليه. يعني هو ما له مبسوط مع مرته؟ مرته؟ مين بده يكون مبسوط منها؟ لك انت بس لو تشوفي شو بيحكي لي.
أكيد مالي حابة أتطفل على حياته، بس لو عاوزة تتكلمي أسمعك. يا حرام لو تشوفي شو بيحكي لي، بيقول لي إنه مو عرفان لأيمت رح يقدر يضل متحملها بحياته. بيكلمك أنت؟ غريبة. لا والله بحاكيني على طول وبيفش اللي خلقه. ما أنا مستلمة حسابات عمه كلياتها، وهو كتير بيلاقيني إنه أنا مقربة منه، واليوم بدي شوفه بمطعم. بما إنه ما طلب مني روح زوره ببيته، معنات الأمور واصلة بينه وبين مرته للشيطان الرجيم. حتقابليه في مطعم؟ ده في المطعم ده.